أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما في إطار سلسلة في ظلال رمضان، الحلقة السابعة تحت عنوان اغتنام العشر الأواخر من رمضان. معشر السادة والسيدات، لا يخفى عليكم أننا في شهر فضيل وفي أيام طيبة مباركة، إنها بمثابة فرص لا تعوض لمغفرة الذنوب وللعتق وستر العيوب. فيجب على الإنسان أن يحرص على اغتنام هذه الفضائل وهذه النفحات وهذه المنح الربانية. الشهر الكريم مقسم إلى ثلاثة أثلاث. الثلث الأخير هو أفضلها، ويتبعها في الدرجة الثلث الأوسط، وبعدها الثلث الأول منه. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه كان يجتهد فيها أكثر من غيره، بحيث كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، ويجتهد في ليلة القدر ما لا يجتهد في غيرها. ومن هديه كذلك ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد المئزر فيه كناية، إما عن التشمير وكثرة الاستعداد والحرص، وإما أنه اعتزال للنساء. قوله أحيا ليلة إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يحيي الليل كله ولا ينام منه شيئا. وقوله أيقظ أهله، هذا أداء لحقهم، حيث أنه عليه الصلاة والسلام كان يشركهم في الخير ويجعلهم يغتنمون نصيبهم من العبادة. ولا بد معشر الإخوة والأخوات، حتى لا تضيع منا هذه الفرصة، أن ننبه أنفسنا إلى أن الكثير يضيع منهم فضل العشر الأواخر. لماذا؟ لأنهم يجتهدون في بداية رمضان ويحسون ببعض التعب وبعض طول المدة، رغم أن أيام رمضان تمر كلمح البصر، وبالتالي يظهر عندهم نوع من الفتور في العبادة. وفي نفس الوقت أن كثيرا من الناس في هذا الوقت يستبقون الأحداث ويبدأون بالتهيؤ للعيد، سواء كان هذا تهيؤا نفسيا أو تهيؤا
ماديا، تهيئا نفسيا بإشغال البال وبداية التفكير في أيام العيد. التهيؤ المادي عندما ينشغل الناس بزكاة الفطر والبحث عن الألبسة الجديدة واقتناء المواد تزودا للعيد، فتكون هذه فرصة خطيرة جدا ليضيع أجمل ما في رمضان وأحسن ما في رمضان وهو العشر الأواخر منه، ولا سيما أنها مضنة ليلة القدر. فاحرصوا رحمكم الله على الالتزام باغتنام فرص رمضان من أول يوم إلى آخر يوم فيه، حتى لا ترزقوا في عملكم وتضيع منكم الفرص الذهبية. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.